زيارتي الأولى للصحراء الغربية كانت للمشاركة في ندوة هي أشبه بمظاهرة إعلامية تمثلت فيها 22 دولة عبر بحدود 140 صحفي، وأريد أن أوصفهم بالصحفيين الأحرار والمستقلين، لأن القدوم إلى الصحراء الغربية سيرتب على كل صحافي منهم دفع ثمن معين إن أراد أن إيصال صوت أهالي الصحراء. هم يعني لأنه في نهاية المطاف الصحافي يفترض به أن يكون صوت من لا صوت له. هؤلاء الصحفيين سيعودون إلى 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 مجتمعاتهم، يكتبون ويرمون قصص عن الصحراء الغربية ويصوبون الرواية التي يحاول المغرب تشويهها. ما رأيته في الصحراء الغربية كان أكثر بكثير من سقف توقعاتي، من الطفل الصغير وحتى الرجل الكهل، جميعهم جنود لقضيتهم، وهذا يدلل على أن الأراضي لا يحررها إلا شعوبها إلا أهلها.